هكذا احتفل أهالي جون والجوار بعيد ارتفاع الصليب في الساحة التي دشن فيها مزار الصليب بمسعى من عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطلة، وذلك بعد قداس احتفالي ترأسه راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران الياس حداد. أخص بالشكر أيضا سعادة النائب غسان عطلة على متابعة تحقيق هذا المشروع، محضرا المكان ومحمسا النفوس لتكريم صليب ربنا يسوع المسيح. جميل أن يتحمس رجال السياسة لإحياء مناسباتنا الدينية، فهذه مبادرة تقدرون عليها جل تقدير. في عيد الصليب نتأمل كل بمسيرته على ضوء آلام يسوع، لقد صلب وتألم ومات من أجلي وأجل الآخرين. إنه صليب الحب الإلهي. هكذا كانت الساحة تبدو قبل انتهاء الأعمال التي حولتها على هذا النحو حاوية مزار الصليب المقدس لتصبح محجا لأبناء المنطقة. فيك أستريح يا سلام قلبي. القداس كان سبقه مسيرة الصليب من دير سيدة البشارة في جون إلى مزار الصليب، وكل ذلك بدعوة من جمعية الراهبات الباسليات المخلصيات لسيدة البشارة.